الفيديو الثالث. بسم الله. يلا نشوف الفيديو الثالث. وفي فكرة يعني ما بسميها فكرة مبتكرة، لكنها فكرة جميلة وحلو لو شاعت مثل هذه الفكرة سواء في هذا الاستخدام للنظارات أو في غيرها. خلونا نشوف. يا جماعة أنا عند الدكتور القدير حسين السكاف، شوفوا هذه النظارة كنت أستخدمها، وهنا مجموعة نظارات كثيرة. دكتور إيش قصة النظارات هذه؟ هل تبيعها تجمعها؟ إيش هي قصتها؟ لا ما نبيعها سيد أحمد. أجل هذه طال عمرك الناس اللي هم يتخلصون من نظارتهم بعد تصحيح النظر يتبرعون بنظارتهم في هذا صندوق، ونحن بعد مثلا فترة نفرزها ونشوف إيش أفضل نظارات ويتبرع بها إما الجمعية خيرية أو مثلا نشوف أحد من يعني المحتاجين ونديهم نظارة بعد سد مجاني. والله برافو عليك. تدوير للنظارات تقريبا تدوير للنظارات اللي هي فعلا جيدة ويمكن تدويرها. بعض النظارات طبعا تكون تالفة فما في ما نعطيها إلا نظارة تكون جيدة. طيب لو أصحابي عندهم نظارات زايدة تستقبلوها؟ طبعا والله طبعا نستقبل أي واحد عنده نظارة ما يحتاجها يجيب لنا إياها ونحن نستقبلها ونشوف إذا كان ممكن تدار ثاني مرة تعطى أحد محتاج، لأنه في كثير يحتاج نظارات صراحة في جدة وخارج جدة في مناطق حتى خارج المملكة. حتى برعنا بمجموعة من النظارات في مركز الملك سلمان وبس نظارات كانت ستوك عندنا في المحل وكثير ناس استفادوا صراحة، وهذه إن شاء الله ربنا يتقبلها يعني مننا ومن الجميع إن شاء الله كامل خير إن شاء الله. يلا سمعتوا كلام الدكتور، هذه نظاراتي وأنا الآن بحط نظارتي القديمة الاستفادة، شوفوا إطارها جميل ونظيف. والله فكرة جميلة، والله فكرة. وأنا أبشر أقول لك الحقيقة، هو الدكتور حسين السقاف الله يجزاه خير سوى المشروع ذا، ويقول لي أحمد فيه تفاعل كبير. يا أبو يحيى نحن في العالم كله في عصر التدوير. أعطيك مثال على الصحف الآن، تعرف أنت الضرائب في الصحف الأمريكية والبريطانية تقل على الصحف التي تطبع بورق تم تدويره. عندك هذه الستيرية، هذه الله يجزاهم خير خواتي، واحدة أعطتني هذه واحدة أعطتني ذي، استفدت أنا منها لأن قطعة صغيرة فسويناها ستيرية. الآن هذه الستيرية تسوالها الحين 2000 ريال مع أنها ما كلفتني ولا يمكن 70 ريال للتدوير. يعني الموضوع صحيح أني جبناه في الستيرية كمزح، لكن أنا أتكلم والله لو تم، والله لو تم تدوير كل ما عندنا، كل ما عندنا أنك توفر إلى 25% مصاريف. يعني خذ النظارات، أنا تفاجأت أني لما جيت قبل أقلب في رمضان أسوي الفحص الدوري المنزلي كل سنة لقيت 12 إطار فتبرعت فيها 12 إطار. بعدين أنت ترى أنا تعرفني ولد ماركات، يعني ولد غني، يعني البرواز يعني خيراً اعتراف أيوة. لا يعني نظارات ماركة مش نظارات أبو ريالين، فلقيت أنه فعلاً يا أخي تبرع فيها، يبقى الواحد عنده عدسة. حتى العدسات أحياناً أنت تعرف بعد فترة من اللي يقصون نظارات بعد 5 سنين يكون الزجاج ذا ما يصلح له فيعطيها لغيره. والله لو تم تدويره، يعني خذ الثوب ذا مثلا، هذا الثوب حنا زمان كنا كذا وما زلت أنا الحين خاف تطول يدي يصير إيش أشيله. والله أشياء كثير لما تشوفها تدوير الحديد الآن، تعرف أنا قال لي واحد معلومة، قال لي أحمد أنه كثير من البيوت لما تهد إذا هدى صاحبها يقول ما يدفع فلوس، يقول مجرد الشركة اللي تهد تقول إحنا راتبنا هو الحديد ناخذ الحديد بس، ولك مننا نهد البيت نخليه قاعا صفصفة ونشيل المخلفات مقابل الحديد. زمان كنا نرميه. النفايات الآن في هيئة لتدوير النفايات، النفايات الآن نفرح لما نشوف في الرياض وفي جدة وبعض المناطق محطوط 3 أنواع للنفايات، أو ورق معدنيات وأشياء قابلة للتدوير مثلا، مع أن كلها قابلة للتدوير بس فرزها. أتمنى مثل هالمشاريع، والله الناس لما سويت هذه في السناب انبسطوا كثير. أعطيك موضوع أهم أيضا، وتبنى أخونا السلطان أبو السلاطين ومجموعة معه، إنهم مثلا واحد عنده أدوية سكر زايدة، أو بعض الناس مثلا يكون مشتري أدوية 6 شهور وتوفاه الله، 5 شهور الباقية ذي الأدوية أنت تعطيها الجهة تتبرع فيها الفقير ويكون الأجر للي مات. أدوية ما في أحد عندنا في السعودية إلا تجد الحمد لله عنده خير مخصص، أو إذا أنت بعد احتجتها، إذا أنت بتسافر مثلا وما تقدر تنقلها معك لأي سبب. نعم. وفي وفرة في الأدوية ممكن أيضا أنها تدخل في موضوع التدوير. نعم. تدوير الكتب أيضا، أنا في رمضان سويت لقيت 300 كتاب أنا ما أحتاجها الآن في هالمرحلة،
مرحلة فتبرعت فيها الناس يفرحون ويقرؤون، قلت بس أنا ما أسمح لك تبيعها. بدينا بدأوا يحطونها في مقهى، الآن في فرنسا ظاهرة جيدة أنه إذا أنت عندك كتاب حطه في المقهى، المقهى ذا تقرأ فيه الكتاب تأخذ لبيتك ترجعه أنت وضميرك طبعا، بدل ما ليش ما يتم تدوير الكتاب. أنا استغرب قبل كم يوم زرت أديب في التسعين قلت له لقيت كتب نادرة، قلت له يعني تسمح لي أستعين منك؟ قال لي لا، مع أنه أقول له تقرأ يقول لا ما عاد أقدر، لا نظر ولا وقت ولا شيء ساعة. طيب أعيرني إياها، ما هو راضي. أنا ما جميل أنك تحب العلم لكن أيضا كمان بس شوف الدكتور، إذا كنت أفهم مشاعره أنت تعرف العلاقة الحميمية اللي بين الكتاب وصاحبه صحيح، بس يعني أنا قلت إعارة يعني وإن كان إذا فكرنا بها بشكل منطقي نعم إعارة أو حتى تبرع يعني بما انه يعني ممكن احد ثاني يقراها، لكن هذه العلاقه الشعوريه الروحيه الحميميه اللي بين الكتاب وصاحبه ما يفهمها صحيح. الا اللي يحب القراءه صحيح يعني. لا وبالذات اني انا طلبت كتاب اسمه علام الحجاز لمحمد علي مغرب، الكتاب مش موجود في السوق الان، توصل نسخته 2000 ريال، فهو يمكن قال هذا ياخذه يبيعه يعني. طيب ايش رايك دكتور نروح لفاصل الاخير؟ بنروح الى فاصل اخير في حلقتنا، وبعد الفاصل راح نلقاكم في سيره تويتر، والحديث فيها حيكون مفصل عن واحد من الاحداث الكبيره اللي راح نشهدها بكره في السعوديه.